أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير. بهذه المناسبة عيد الفطر السعيد، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات. أم عبد القادر، شو أسماء أولادك؟ عبد القادر، عبد القادر ومنال مها، عبد العزيز وعبد الوهاب. والزوج؟ الزوج مكي. أنا مريم. أيوة. ومكي ومنال ومها، كلهم حرف الميم. ايه، والاولاد لا، بحرف العين، عبد القادر، عبد العزيز، عبد الوهاب. مين اللي اختار اسماء الاولاد واسماء البنات؟ والله مشترك بيني وبين الزوج. تشكيله. إيه؟ انما عندك امبراطوريه ميم على هالحال. شفت شلون؟ الله يخليهم. في حدا من اولادك غاوي فن مثلك؟ والله عندي، مو هم غاويين، بس اهم شيء اول الدراسه. توهم اهم صغار شيء يعني؟ الشهاده. إيه يعني؟ لا، انا عندي واحد الكبير موظف بالجيش، وبس، وعندي بنتي توها متعينه يعني وزاره النفط، بس يعني انا ماني صغيره ترى، كبيره. كبيرة كبيره، اي كبيرة سني قدرا كبيره، إن شاء ماني الله. صغيره. كبيرة قدرا. الله مريم، يسلمك. بيقولوا البدانة أقصر طريق إلى الكوميديا، صحيح هذا الكلام؟ بما أنه بنشوف كثير من الفنانين في العالم ككل من البدينين، لكن سبحان الله فيهم خفة دم يعني لا توصف، بحيث أنهم لا بيأدوا بالعكس، أدوار كوميدية حلوة، صحيح هذا الحكي ولا أي حد والله صح؟ ما أدري، الموهبة يعني بالأدوار الكوميدية موهبة من عند رب العالمين. ملهاش علاقة بالبدانة لا أو ملهاش بالنحافة علاقة، ولا لأن بالرسم. في ناس رفيعين يعني ولا لهم بدانة ولا شيء، بس يعني يعملون الكوميديا من أحسن ما يمكن. نعم. مريم، بالنسبة لمسرحية خمسة وخميسة، أنا يعني استغربت إني أعرف إنه الصالة كانت كومبلي اليوم، لأنه أول يوم لا تعرفت في الحمد حفلات لله، أخرى. الحمد لله، شيء يبشر بالخير يعني. نعم. فبالنسبة لبقية العروض في إمتى إن شاء الله؟ هو عندنا بكرة عرضين وبعد عرضين، واللي بعد طبعا الخميس هو آخر عرض. نعم، في الشيراتون. أي في الشيراتون. نعم. دورك أنت في مسرحية خمسة وخميسة إيش؟ أنا عندي يعني أعمل شخصيتين، شخصية الزوجة نعم. وشخصية المحامي المعارض. تلبسي محامي، تلبسي روب، لا مش روب، البس، اخاف اقول بعدين تنحرق الجمهور يعني. تنحرق يعني، لان انا بطلع بدور رجل فعلا. فشخصية المحامي يعني المعارض مثلا، هما انا يعني اكون موجودة عند صاحب المكان اللي هو صاحب الديوانية، وهو يكون من الشخصيات الكبار، وأكون متعينة عنده يعني مثل وكيلة أعماله أو قائمة بأعماله، فعارضة على كل شيء يقوله هو. طبعا مستبد. انت كنت بتقدمي برنامج كتير حلو للأطفال اسمه حبابة. حبابة يا حبابة، وين راح حبابة؟ وبعدين ليش التجربة هاي ما كملتيها في لا أنا مو التلفزيون؟ مكملتها، بالعكس هي إذاعة. في التلفزيون أنا أقصد، ما شفناها أبدا. التلفزيون عملتها 30 حلقة وبس، بس لأن مو من يعني من الصعب انك تقدمين شيء يكون بقمة نعم. وبعدين تقدمين وتنزلين، لا يعني المفروض اني اكون اقوى. ما لقيت نفس المؤلف اللي عمل اول 30 حلقة نعم. الاولانية نفسه يعني مو موجود. يعني ف لازم مؤلف مو معين. نفسه هو، لا يعني في مؤلفين بس ما ادري، ما عطوا المضمون نفسه. بعدين بعدين الإخراج حبابة التلفزيوني يبي له إذاعيا، يعني. حبابة إذاعيا سنويا أنا أعملها نعم. الآن السنة لهلا؟ لهلا السنة 29 سنة، السنة الجاية إن الله أعطانا عمر إن شاء الله. ناخذ 30 سنة لا، فيها السنة الجاية إن شاء الله، الله أعطانا عمر تسوي لنا إياها تلفزيون. إن شاء لأنه الله. بصراحة كانت قصص شيقة إيه وهادفة. صح. مريم، ما صادتك مواقف محرجة وايد في خلال رحلتك الطويلة، كم سنة إلى فكرة أنت في مجال العمل على الفني؟ فكرة المسرح كله احنا كله من بتدخل الستينات. من الستينات. ستينات؟ اي كم عمرك لما اشتغلتي في الفن؟ توني يعني بحدود 18 سنة كذي. 18 و60، كم هلا عمرك الستينات. انا بالخير؟ بقول لك، انا ما قلت لك انا صغيرة، انا قلت لك اني انا كبيرة. انا من مواليد 48. ما شاء الله، انا من بس مواليد صدقي 48. بشرتك ووجهك يعني لا زال يحتفظ الحمد لله. برمق الصبا، ولا يبين عليك مواليد 48. لا أنا من مواليد ثمانية هو وأربعين الإنسان دائما السعيد من جوا،
والطيب تظهر على وجهه كل هذه العلامات. والله الحمد لله هذا شيء من تقدم من رب العالمين. أنا كمان مش صغيرة يعني لعلمك يعني. خليها على الله. بس أنا وضحت، أنت ما وضحتي. مرة ثانية، مقابلة ثانية أوضح لك. أنا عادي شبي من الدنيا ترى الصحة والعافية، ما بي من الله إلا الصحة والعافية إن شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية. زواج وتزوجت وأولاد جبت. يعني. الله يخلي لك إياهم يا رب. بنحكي على المقالب اللي أكلتيها في زمانك، احكي لنا مرة لما أحد الفنانين خبالك نفنوفك في الفريزر. هذا خالد النفيسي. الله يمسي ملائكته بالخير. يعني خالد النفيسي بالذات يحب المقالب، يعني يعمل مقالب حتى لو يأذيك، بس المهم انه يضحك. ففي مسرحية من المسرحيات عند احنا كعيلة رب الأسرة يموت في المسرحية، فكلنا نلبس اسود وندش من وراء الجمهور. فمن يعني سوء الصدف اللي عملها معاي انه اخذ فستاني وخبه. طب انا جيت على دخولي للمسرح وأطالع ما في فستان، دورت رحت لبست العباية ودبست الدبابيس وطلعت فيها، مشيت الموقف. جيت يوم ثاني، طبعا أنا كنت من محبين أني أشرب البيبسي وما الأشياء هذه، يعني وايد الحين طلع فيه سكر حرمني. لا حول ولا قوة. انحرمت. والله احنا كنا عم نحكي قبل شوي عن السكري، في واحد من الأخوة المشاهدين في المملكة العربية السعودية بعت لنا مكتوب بيقول انه وجدوا في حتى مجلة كويتية اللي اذاعته الخبر انه اللي بيشرب الصبح كاس من الكزبرة المطحون اليابسة مع ماء على الريق لمدة 4 ايام بينخفض عنده السكر بدرجة كبيرة، وفي واحد مجرب يعني، فهو باع تجربته للمشاهدين وانا اليوم حكيت عنها. هم الكزبرة ما بتضايق يعني، وما ما ضايق. انا شربت اللي امر من الكزبرة، شربت اللي هو اللي عده عندنا جعدة. مرة وايدة هذه، مرة وايدة. نعم. يعني ما حد مثلي يصبر إنه والله يقول والله برمضان أنا ليش أفطر في كباية صغيرة من اللي عادة. هذه مرة عملت شهر كامل بس خلاص. لازم الحمية الغذائية أي. نعم. الواحد يعني يحجب عن أشياء هو المفروض ضرة بس الممنوع مرغوب. صحيح، شيء طبيعي يعني. أنا واحدة من الناس اللي لما كنت أحب البيبسي والأشياء هذه، فأقول لك المقلب إن يوم ثاني قلت حق الفراش روح جيب لي من الثلاجة بيبسي. فراح قال ماكو. قلت لي ليش؟ أنا حاطة أمس، يعني أنا دايما بجيب بالكرتونة وحط. ففي المسرح كان يقول لي لا أكو شيء أسود عليه أبيض وهذا في فريزر. قلت روح جيبه. فأنا فكرت فعلا يعني لا فينا بكيس أسود ومدخلين الفريزر عشاني أو ذي. فراح جاب لي، قاعدة أتلتي ذي أشوف اللي فستاني من اللي حاطة. كان يقول لي قلت شوفوا ما في مغالب إحنا عارفينها، أقول مغالب اللي هو خالد النفيسي. يعطيك العافية. نشوف لك مشهد عشان نرتاح، ومشاهد الحقيقة لا تمل. الحقيقة المشهد حلو بس مش لمريم، يعني كان مفروض لمريم شي تتحرك هي. هي عم بيغنوا لها وبي. لا أنا عندي يعني أنا في عندنا مشهد آخر حنحط لك إياه، تفضلي. في مسرحيات ثانية يعني؟ في كتير مسرحيات حاليا، أعتقد في خلط قماشة تمثيلية ممكن نشوفها بعد شوي بس أجهزها المخرج. ممكن تساعدين أجهزها؟ طيب نشوفها. Yeah.
إنه صار في خالتي شيء وماتت محبوبة، إيه السبب؟ يا حبيبتي يا خالتي، يا حبيبتي يا الغالية. شنو هذا؟ شنو هذا؟ هذا وقتك من الحين؟ لا يشوفك واحد وتفشلينا. شوف، إذا ماتت خالتي أنا بقعد مدة ما آكل، أبصوم. فالحين قلت يعني آكل عشان أخزن طاقة حرارية وسعرات حرارية. يا حبيبتي يا خالتي. نصيب كل واحد فينا 52,721 فلس. نصيب من شنو؟ وشنو الفلوس؟ نصيب شنو؟ نصيبي أنا وإخواني الفلوس اللي في البنك. يا حبيبتي يا يما. سمعتك عم بتقولي حصل لي في مقلب بهذا المشهد. هذا المشهد بالذات سعاد عبد الله تجسس عليها من وراء الشباك، فهي تسوي روحها مو شايفه وتروح تكب الماء. ارضيه الاستديو فيها لون صابغينه على اساس لو نقطه الماء يصير مثل رغوه الصابون. فانا لفيت معطيه ظهري وجيت مثل راقصات الباليه فهذا ظليت اسبوع متعوره رجلي وملفوفه وحالتي حاله وانا اصور هذا الاستوديو. السبب يمكن رجلك، مع انه زمان بس احيانا بقولوا الشغلات بتاثر يمكن يعني. تطلع تطلع الادوار اللي بتعرض عليك يا اخت مريم انت مقتنعه فيها؟ هل هي مثلا كوميديا بس من اجل الكوميديا كما بتحسي انت، ولا بتحسي انها ادوار كويسه وبتناسبك؟ والله انا عملتها مناسبه، لان انا في عبيد في التجنيد لما عملت الدور هذا ناس يسألوني طب ليش انت عملت الدور هذا، ازيد ما قلت اني انا شفت ماري منيب عملت نفس الدور. فانا ممكن انت معجبه بماري منيب؟ انا معجبه بكثير. مين تماما؟ انا حتى في المهرجان الاول في دمشق لما رحنا وعملنا المسرحيه، مسرحيه من سبق لبق، معي كان عبد الحسين عبد الرضا ومعي فنانه مريم الصالح وذي، فكنا عملنا المسرحية هذه وعايشة إبراهيم الله يرحمها. الله يرحمها تعيش. فكنا عملنا المسرحية هذه، كانت يعني كان أسعدني شيء إني أشوف الصحف الصحف السورية تنشر وتقول ماري منيب الكويت. فكان يسعدني هذا الشيء. شيء يسعدك فعلا، هي كانت فنانة عظيمة. شكرا لك يا أخت مريم ويعطيك العافية، وأهلا وسهلا فيك في قطر. أرجو لمسرحيتك كل نجاح إن شاء الله، وأهلا وسهلا بكم بالأخوة الكويتيين في قطر. شرفتونا. أهلا فيك وأهلا في الشعب القطري طبعا، وهذه لأهلي، وأتمنى لهم كل خير إن شاء الله، وأتمنى أن يدوم المحبة بدول مجلس التعاون، والكل يكون بخير وسعادة. الله يخليكي وأهلا وسهلا فيك. نشوف الفقرة التالية.